عفوا، من بعد اذنك، يبدو صار عندي ظرف طارئ، فيني ما اختم؟ مش مشكلة، تفضل. شكرا، لا تواخذ. لفي لفي. هاي. بدي اخرب بيتهم لهالجوز، لهالواطي وهالشرشوح، بدي فرجيهم مين هي ستيفاني. طولي بالك هلا، خلينا ناكل لقمة على رواق وبس نوصل على بيروت لك الحادث حديث. أنا متأكدة إنه جو ورا كل القصص. وأنا كمان مأكد. بس نوصل على بيروت بدي إياك تحكي لي مع المحامي، بدي أرفع دعوة على إدارة المهرجان. بس إني دفعوا كل الأجر وتكفلوا بكل الأشياء التانية. لك أنا آخر همي المصاري، هالموقف اللي حطيت فيه حقه ملايين، هالضحكة الصفرة اللي ضحكها بوشي هالحقير، بدي دفوا عليه دم قلبه. بدي افضحهم، بتعرف شو يعني بدي افضحهم؟ بدي امسح فيهم الاراضي. روقي هلا، خلينا ناكل على رواق وبس نوصل على بيروت لك الحارس حديث. تاكدي يا اميره كل شيء رح يصير مثل ما انت بدك. بنت امبارح ياسمين هالشرشوحه بدها تنافسني؟ لك وستيفاني اللي بتطلع وبتبقى ياسمين عم تفهم؟ وستيفاني اللي بتطلع بدي اخرب بيت، بدي امسح فيها اراضي، بدي افضح لها هالشرشوحه. هلا معقول عملتي كل هالشيء كرمال؟ اخ يا طيب لو تعرف شرف كنت رح اعمل اكثر من ثلاث ارباع حوادث وهالشوفير يهستيري جن كل ما يجي يفتح تمه ذكره بال 200 دولار اللي اعطيته اياهم يقوم يسكت فيلم 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 العاده حدا بيسلم سيارته لوحده مجنونه مثلي انا اذا بيعطوني 2000 دولار ما بعملها اخ اخ كل يوم فعلا بتثبتي لي اني انا متجوز وحده مجنونه بس احلى مجنونه بالعالم شو كنت بتعمل لو كنت محلي بتتركني؟ اعوذ بالله كنت بعمل هيك واكثر لك انت حبيبه قلبي عمري وحياتي يا الله قديش انا متجوز انساني ابضاي واخت رجال والله بتحبني وبتحميني وبتخاف علي طبعا